ست ليش هو هذا رئيس وزراء الصدري مو عراقي؟ قح. نعم. بالنتيجة القضية تشكيل الحكومة القضية قضية سياسية، والسياسة فن الممكن. نعم. وكل شيء ممكن، يعني سد الباب باتجاه أن يكون توافق أو اتفاق صدري مع إطار التنسيقية. نعم. غلط، يعني هذا وارد. شو؟ يعني غلط أنه نستبعد أنه يحصل اتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. نعم. ممكن، يعني السياسة فن الممكن. نعم. وهذا من الممكنات، لكن النتيجة الآن، يعني أنا أعتقد قضية التظاهرات والاعتراض على المفوضية، والأستاذ تفضل على أنه إحنا ما عندنا شك أنه المفوضية مزورة وكذا. الحقيقة إذا تسمعي لي، نعم. المفوضية هي التي وضعت نفسها في الشبهات. وضعت نفسها في الشبهات. إيه نعم، بحيث تعلن المفوضية 3 مرات، 3 تجارب انتخابية بحضور السيد رئيس الجمهورية، بحضور السيد أبلاس خارت، عن إجراء محاكاة ناجحة 100%. نعم. هذا ليس قولي ولا قوليك ولا قول الأستاذ. نعم. المفوضية قالت هذا. بالنتيجة المفوضية قالت سنعلن النتائج خلال 24 ساعة. صحيح. المفوضية الحقيقة الناخب وجد عندما ذهب للانتخابات، محطات الانتخابية وجد هناك عدة مواطن خلل، مرة بتعطل الأجهزة، مرة بعدم قراءة البصمة، مرة بفشل الإرسال، إرسال الصندوق إلى الأقمار الصناعية، هذه كلها كانت مواطن فشل. بالإضافة إلى أكو قضية ثانية، فشل إداري. نعم. الأمن الإداري للعملية الانتخابية، يعني حقيقة أنا مرشح وفي منطقتي وقرب بيتي وفي منطقة شعبية ومعروف جدا. نعم. أنا وزوجتي نزلت من السيارة رايح أنتخب، أحدهم يتحرك علي أنا وزوجتي ويدري بي أنا مرشح، انتخب فلان، يعني وداخل المركز الانتخابي ما شاهدت داخل المركز الانتخابي يجي واحد يسأل ايش قد رقم مرشح ائتلاف دولة القانون، يقولوا له فلان رقم، او ايش قد مرشح فلان، يدلوا على رقم معين. هذا كان موجود، والمفوضية موظفيها يتفرجون بس يخافون يحجون. خافون. يعني اعذر حقيقة، هذا مو يعني اكو مواطن ما يقدر يتكلم بي. لكن هي خروج.